السؤال الأخير، كلام على المدرب نيستور كلاوزن، عدد وسائل الإعلام تناولت الموضوع هذا، شنو موقف الآية المدير؟ والله بور المومون ما نجمش نجاوبك برشا لأنه كلام فارغ، احنا قدمنا الدوسي نتاعنا والإدارة الفنية باش تنظر في الموضوع. الممرن يعني كان مرن في سويسرا، ما نتخيلش معناتها سويسرا باش تكون أسوبوان، معناتها ما هماش فاهمين القانون ولا حاجة. علي ستقال مال الكلام هذا على آخر السنة؟ تعرف أنا ما فماش أسبوع خدمت ما فماش حكاية، إذا كان مش ممرن مسؤول، إذا كان مش مسؤول لاعب، وإذا كان مش لاعب في الأخر نقول لهم حاجة، اللي احنا راهو نتقويو بالمشاكل هذوما، اللي ما يقتلكش يقويك، وإحنا قاعدين نتقويو مونتالمون، وإن شاء الله بقدرة ربي الفريق اليوم في المرتبة الأولى، وإن شاء الله تو الفريق باش يكون أحسن في الفترة القادمة، وإحنا لهنا بحول الله باش نحطوا الفريق معناتها يلعب من أجل الألقاب. إذا كان ما نجحناش طبعا نغادر، ما فما حتى مشكلة، برشا عباد ما تحبش النادي رياضي صفاقس يكون في المراتب الأولى، ونقولوا لهم النادي رياضي صفاقس عنده جماهير وعنده أحبائه وعنده رجاله حول الله باش يبدا يكون ديما مراهن على المراتب الأولى. إذا كان ما نجحناش في هذا ما علينا، كان المغادرة وكاش نجم نقول لك.